نبلش من هون. معنا مركز الحسين للسرطان، الأشياء اللي بيقدموها هم ريسايكلينج وهاند ميد من الأطفال الموجودين بالمستشفى. مثل ما بتشوف في قطع كثير مميزة معمولة يدوياً كلها. ملابس هاند ميد للمحجبات، حجاب فور لوكسري مع الصبية حنين، أشياء وقطع كثير مميزة معمولة يدوياً. اسم البراند حجاب تو لكجري، وي تارجت مينلي الناس البنات المحجبات. بنركز اكثر شيء على اللبس الطويل والكم، بندخل بالديزاين تبعونا للتطريز، بس التطريز بطريقه جديده، الرسمات الورده، برضه بندخل الليزر الستراس برضه بالشغل تبعنا. هاي الزاويه عندنا اكسسوارات وفاروق، قطع مميزه برضه مثل ما عم بتشوفي، وفرو طبيعي هاي القطعة 100%. عنا عشتار برضو زجاجيات وقطع مشغولة هاند ميد بتميز، وفي بوكسات. عنا جبسي ديكورات وزينة المنزلية، مثل ما عم تلاحظي كل اشي ممكن تحتاجيه ديكور للبيت موجود هون، قطعة كتير حلوة ومميزة. شركة فوريفر للمستلزمات الطبية والتجميلية، مثل ما عم بتلاحظوا عندنا أصناف وبرودكت كتير متنوعة. الصبية أنوار مندوبة الشركة. هنا عندنا ليلى فن الديكوبلاج والأوريغامي، لوحات وهذا الفن الأوريغامي والديكوبلاج بتشتغله كله بإيدها ليلى. الشيء اللي بيميز هاي الطاولة غير عن أي طاولة إنه برضه الساعات هاند ميد يدوياً عاملينهم برسمات، شو ما كانت الرسمة بنقدر نعملهم. صور جلالة الملك حسين، العلم الأردني، نشمة نشمية، فقطع برضه متميزة جداً. كلتشز هاند ميد، وبرضه عندهم عبايات يدوياً مشغولة. بيتميز بازارنا بنقدر نقول بكل البرودكتس الهاند ميد، مختلفة ومتنوعة بأفكار كتير غريبة، وبنستغرب إنها موجودة، وإنه هذا الشيء كتير حلو لأنه بيرضي كل الأذواق اللي موجودين معنا. عندنا هون ست رنا عمران، اللي بيميز هاي المكان بالضبط إنه قطع براندز اللي عم ناخدها بيسك من المحلات بكون مشغولة بطريقة يدوية. يعني تنورة بنشتريها سودا سادة من محل عادي، هي حتى لمستها عليها بتطريزنا وتراثنا، وإشي كتير عم بيعطي رونق للقطعة وبيرفكت. هذا الشيء مش بس على الأواعي، مثل ما عم تشوفي تيبل لام، براويز، الكوستر تبعوني، الكاسات، برضو شمعدان، كل إشي موجود. مرفت نواس وأنا رنا عمران، وهذا مشروعنا الجديد، يعني كله مطرزات يدوية وشغل سيدات من يعني الأقل حظا، فإحنا هيك بنضرب عصفورين بحجر، يعني بنساعد المجتمع المدني وبنشتغل نعمل مشروعنا. يمكن مرات لما بصير الوضع الاقتصادي بيحتاج إنه دعم شوي أو إيجاد فرص عمل ودخل إضافي، لازم كل المجتمع يحاول يكون كرياتيف وإنه يخلق الطرق ويبلش يحس نبض السوق إنه ممكن نصير إحنا مصدر دخل إضافي لعائلاتنا ولأسرنا. فياريت كل الناس تشتغل هيك، كل البلد على فكرة بتتحسن أوضاعها الاقتصادية إذا صار عندنا التفكير أو المينتاليتي تاعت إضافة التكافل وإيجاد أفكار جديدة. يعني أكيد الصين اليابان هاي الدول مرقت بظروف مثل ظروفنا، والناس اجتهدت إنه تعمل إشياء، هذا اللي إحنا عم نعمله أنا ورنا. عندنا ريمان العبيدي مشتركة من العراق، لوحات مثل ما عم بتشوفوا مرسومة بالألوان الزيتية، رسم يدوي هي اللي عم تشتغلهم. هذا فاشن دريسز فور محجبات. أنا علاء القيسي صاحب مشروع نسج
هلا الفكرة بعيد الأم عم نحاول نطلع ديزاينات جديدة أو نشتغل أكثر على موضوع الأشياء التقليدية مثل الكارديغانز والعبايات وغيرها من الأشياء اللي شايفونهم بالبوث تبعنا. فبتخيل أنه هي راح تكون فكرة كتير لطيفة لعيد الأم، إشي تقليدي، إشي يعني تقليدي بس بديزاينات جديدة، ويعني إشي مناسب للأمهات ولأعمارهم. دينا شاكر من مكتب الأرض المعمورة. إحنا عندنا هون إنيشيتيف اسمه جرين ثم. هذا الإنيشيتيف بيحمس على الووتر بريزرفيشن إن أردن والمحافظة على المياه، لأنه إحنا بلد مش كتير يعني عندنا مي وهيك، فعندنا هاي النباتات إحنا اللي دائما بنلاقيها بالجناين عندنا اللي هي بنسميها الصباريات، ما بتحتاج إنها كتير رعاية وما بتحتاج مي، بس بنفس الوقت بتقدر تنعمل وتنحط بطريقة إنها تكون يعني حلوة بريزنتبل، بتنحط برا بتنحط جوا، يعني بتنسقي تقريبا نحكي مرة بالأسبوع مرة كل 10 أيام، وبنفس الوقت إنه يعني هدية حلوة لعيد الأم بتقدر تعطيها لأمك. والصبار كمان معروف عنه إنه هو بجيب الخير بالبيت ويعني بجذب الرزق إن شاء الله. فهاي يعني هو المشروع تبعنا اليوم. هلا ليوم الأم أنا أغلب لوحاتي هون بشتغل على الانتيريور ديزاين أكتر، يعني إشي ممكن تحطيه بغرف الغرف تبعون البيت أو شيء، إذا كان أصلاً العفش أو هذا هادي مثلاً أو بيج أو هيك بزبط إنه تحطي هيك أشياء، كتير بطلع حلو كتير سمبل. إيه عشان تريح أمك، يعني بتقدر تجيب لها إنه باستا بتطبخها بس لمدة دقيقتين فبريحها، ويوم اليوم عيد الأم بتتعبش. يعني هلأ في عنا هدول عسكود إنك زاكية مع تونة مع شرينز مع أي نوع من السي فود. في عنا كمان شغلات أورغانيك، لوكال هول ويت، فري رينج إيجز وديد سي سولت، في فوتوتشيني ولينغويني وسباجيتي، حبات على فلفل، في ريجاتوني برضه حبات على فلفل. إحنا فتحنا هذا المشروع الجديد إيفنتس بلانرز، بنعمل عياد ميلاد، بيبي شوار، بنعمل خطب، بالجاهة، أي إشي تلبيس الدبال، كل هاي الأشياء بنستلمها من A to Z. هلا بتشوفي هون مثلاً عندك هاي السوفينير، في عندك هون أملاح البحر الميت مع زيوت مع مبرد، هيك إشي برضه حلو كمان للأم. بس هلا إحنا هون أكثر في شو، إحنا بنطلع الطاولة كاملة أجار كلياته هاند ميد، بنرسمه كلياته رسم مانيوال، بنورجيه للزبون بيعطي الموافقة عليه، بده يقلل بده يزيد. طبعا حتى الوردات كلها رسم وقص وكلياته هاند ميد، كل شيء بنشتغله بايدينا. منظم بازار موديلتي وصاحب شركه لبلانتاستيك جو. هاي الشركه بتعمل ايفنتس داخل الاردن وخارج الاردن، وبنحاول انه نكون نتوصل لاكبر عدد من المشاركين اللي عندهم اغراض مميزه، منتجات زي هاند ميد وستات بيوت بتقدر انه تعمل لها زي تسويق وترويج ويوصل لها اكبر عدد. هلا كان اول يوم كبازار انه عم بدخلوا تقريبا 2000 ل 3000 شخص باليوم. هدول الاشخاص حتى لو ما اشتروا من هاي الناس الموجوده ومشاركه معنا بالايفنتس بصير زي لللونج تيرم انه يعمل زي شيء التسويق. هلا هاي الشغلات كثير بتفيد سيدات البيوت وعلى الوضع نفسه حتى كامل. احنا يعني احنا لازم نسوي شيء يساعد الناس بهاي الشغله، غير انه يكون زي مشروع ربحي كشركه، برضو بالمقابل انا فائدتي هاي الناس كلياتها تستفيد ويصير عندها حركه وبيع، وهذا اللي احنا بنتمناه كشركه. كلنا بنعرف انه يوم الام يوم جدا مميز، هو مش بس يوم بالسنة بنحتفل فيه مع بعض، الأم هي الأسرة، هي الحنان، هي الدفا، فلهيك لازم بهذا اليوم نقدم لها هدية جداً مميزة لبرنامج بيت العائلة رزان السيد.